مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة، أنا استضيف رجلا مميز ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا. رحبوا معي بالأستاذ عيد، صاحب مطعم لقمة البركة. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ عيد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، السلام عليكم، شو أخبارك؟ نورنا اليوم عبر شاشتنا على الاي بي سي أستاذ عيد. بالبداية بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك هون بدولة الإمارات. متى جيت على البلد وكيف بلش موضوع البزنس معك؟ تفضل. أول شيء السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم، وبيشرفنا أنه نطلع معكم. شكرا. وعلى إذاعتكم الكريمة. بداية بحب أعرف عن حالي، أنا اسمي عيد بزي، لبناني، حياك الله، مقيم بدولة الإمارات أكثر من 20 سنة. ما شاء الله. وبداية كنت موظف عادي، وطبعا مع الوقت ومع الأيام صرت أتقدم أكثر وأكثر. وطبعا كان عندي طموحاتي إنه كيف الواحد بيقدر يكون لقدام بجهود بهالبلد الطيبة والكريمة اللي هي بتعطي الإنسان أكثر من ما هو بده. طبعاً. هو إنه أسست بزنس لألي. بداية كان البزنس عندي أنا بعام 2012 اللي هو أول شركة أنا أسستها. من 10 سنوات يعني تقريباً. نعم. أول شركة أسستها هي كانت شركة دانة النوخزة لخدمات رجال الأعمال، اللي هي بداية الشركة هيدي بتأسس شركات، بتخلص معاملات لشركات بكافة الدوائر. وطبعا هيدا الشيء ما وقف انه بس على الشركة هيدي. رجعت بعدها بشي 5 سنوات طرق على راسي فكرة اللي هي لحمة اللحوم، انه فتحت ملحمي اللي هي ملحمة الكرم. حلو. وموقعها بمردف بدبي. نعم. وطبعا هيدا الشيء بلش يكبر اكثر واكثر. صح. ومن بعدها صار في عندي بعض المشاورات الاهل والناس والاصحاب انه ليش ما بتعملوا فكرة. هي بلشت انه عن المناقيش، مثلا عندكم شي فرن تتعاملوا معه كرمال مناقيش وما المناقيش، انه طبعا عندنا نحن رح نعمل فرن. فهيدا كان الشيء محمسنا اكثر انه نحن ناخذ خطوه جريئه انه نعمل الفرن. طبعا لما بدك تحكي بخطوه بدولة الامارات، في شيء نحن تعودناه، يمكن هيدي محبه زايده لنا. صحيح. انه لما بدك تاخذ خطوه تعملها، تاخذ خطوه وبتنجح فيها. بالضبط. لانه فعلا هيدي البلد تدعم العالم بالمشاريع اللي هي بدها تعملها. صحيح. فعملنا فرن لقمه البركه، وبلشنا بفرن لقمه البركه، والحمد لله انه الله موفقنا بالفرن. الحمد لله رب العالمين. خلينا نتعرف ونعرف الساده المشاهدين اكثر عن لقمه البركه، عن الخدمات اللي انتو بتقدموها للمجتمع الاماراتي. شو هي هلا؟ اي حدا يعني بسمع انه مناقيش بتخطر على باله اللي هي مناقيش الزعتر، الجبنه، طبعاً اللحمه، في شغلات كثير طالعه جديد، فخبرنا اكثر عن الوجبات اللي انتو بتقدموها للمجتمع. هلا طبعا فرن لقمه البركه هو عباره عن فرن مناقيش لبناني، يعني على 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 الاصول. على الاصول. طبعا نحن نتميز عن غير افران اللي هي الاشياء اللي نحن بنسويها بالفرن ما بتوقف بس عن انه اشياء لبنانيه، لا بالعكس، اشياء كل الجنسيات بتحبها، اللي هي عندك اللحم بعجين، عندك المناقيش الزعتر، مناقيش الجبني، عندك مثلا اشياء الحره وحرحوره بيقولوا بالطعم اللبناني الاصيل. طعم اللبناني، النفس هي النفس اللبناني. ونحن بعدين في عنا تجربه كتير قديمه، نحن عنا فروع بلبنان اللي هي مطاعم والفرن.
وطبعا نحن كل الستاف والاكيب اللي جبناه جبناه من لبنان كمان. حلو. جبناه من لبنان، مش انه نحن والله ما عندنا ثقه بالموجودين هون انه بيشتغلوا الشغل هيدا، بالعكس نحن جبنا لما نغير النفس والطعم اللي موجوده. لانه اليوم انت لما بدك تفوت على فرن بتقول له بدي منقوش زعتر، اوكي منقوش زعتر في وين ما كان بالضبط، بس اليوم انت بدك تشوف نخبه الزعتر نحن منجيبها من لبنان، العسل منجيبه من لبنان، الزيت منجيبه من لبنان، السماء اللي هو بغير طعمه المنقيش والزعتر من لبنان طبعا، لانه معروف نحن الزعتر اللبناني ولا النقيش اللبناني هي النمبر 1 بالعالم مع احترامي لكل العالم ولكل الدول. اليوم انت بس تكون بمحل بتكون ماشي بتطلع فرن مناقيش لبناني دغري بدك تفوت بدك تاكل مناقيش لبنانيه. صحيح. فعنا كثير من الزباين بيجوا بيقولوا لما كنا عم نفتح امتى بدكم تفتحوا امتى بدكم تبلشوا، انه قريبا ان شاء الله قريبا. طبعا احنا اخذنا وقت لفتحنا مع انه فرن بسيط يعني على مثل ما بيقولوا على قد الحال وهيك، بس هيدا الشيء ما بيوقف هون لانه احنا بعد رح نكبر اكثر واكثر واكثر وحنفتح فروعه، يعني نحن بنوعد العالم انه حنفتح فروعه باكثر من مطرح، حنوصل لراس الخيمه لابو ظبي للشارقه للفجأة بكل الامارات حنفتح، لانه دوله الامارات بتفتح ابوابها لكل العالم. صح. ونحن نعتبر حالنا من هالعالم وان شاء الله حنقدر نوصل رسالتنا لاكثر من مطرح انه العالم تذوق المنقوشة المتميزة عن غيرها. وبرجع وبقول مع احترامي لكل الموجودين اللي عندهم الافران هيدي، بس اليوم نحن حنوصل رسالتنا لكل العالم انه يجوا ويجربوا ويدوقوا المنقوش اللي عنا وهم ساعتها يعطوا رأيه بعطوا القرار ويعطوا القرار طبعا. ما شاء الله عنك يعني بصراحة متحدث أستاذ عيد الآن من قناة ABC العربية، بنتمنى لك التقدم والنجاح أكثر وأكثر إلك ولهذا المطعم المتميز، بتستاهلوا الرزقة وبتستاهلوا تكونوا نمبر 1 مش بدبي، أنا متأكد أنه حتتوسعوا بكل الإمارات إن شاء الله قريبا. الآن أستاذ عيد في سؤال كتير مهم عن المنافسة. نعم. هلأ كل إنسان بفتح بزنس هون بالإمارات عاد بيمشي البزنس ممكن يمشي معه شهر شهرين سنة سنتين، ولكن شو الإشي اللي بخلينا نستمر؟ يعني لقمة البركة كيف إنه نجح هذا النجاح بالرغم من قصور المدة الزمنية؟ بناء على شو؟ بناء على الكواليتي اللي احنا بنقدمها كهاي كواليتي بالفود اللي احنا بنقدمه طبعا، ولا بناء على شو بالضبط؟ خبرني اكثر. هلا اول شيء بالامارات في كثير منافسين. صحيح. واليوم انت اليوم لما بدك تحكي بمنافسه مش بمعناتها انه انت اذا فتحت فرن ممكن يجي يفتح فرن حدك، هاي ما اسمها منافسة انه انت والله عم تتضارب بتشوف مثلا هو حاطط منقوشة حقها 10 درهم انت بدك تحطها ب 8 درهم، لا. اليوم العالم بتجي على الكواليتي وبتجي على الطعم وبتجي على النظافة، اهم شيء عندنا النظافة. برافو عليك. اهم شيء عندنا نحن الترتيب النظام شكل الموظف لما يفوت لعنده الزبون كيف الضحكة والابتسامة على وجهه، تتأهل فيه كأنه حدا من أهل وزوارك جاي. قسما بالله بدي أقطع بس شوي، قسما بالله أنا هذا الشعور أنا كأحمد كفيرست تايم هون أنا حسيت فيه هذا الشعور اللي أنت هلأ قاعد تشرح فيه. أنت بين أهلك وبين 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 ربعك مثل ما بقول. شكرا كلك زوار. فنحن اللي منشدد عليه ومنقوله على طول على طول هي الرؤية والصورة اللي أنت بتشوفها. يعني اليوم انت بتقطع من حد محل بيلفت لك نظرك باشياء بسيطه نحن عاملينها يمكن. صحيح. بس انه بتلفت لك نظرك بتفوت بدك تجرب بدك تشوف. اليوم اذا فات موظف كان قاعد وما مهتم انه يا عم بيشتغل على شغله، لا الموظف بيجي اهلا وسهلا تفضل استاذ شو بقدر اخدمك شو بقدر ساعدك. اليوم هي صوره الموظف اللي بيقابلك الكواليتي اللي بيحكيها الطريقه اللي بيحكيها هي اللي بتجذبك اكثر انك تيجي على مطرح انت تقعد وتاكل فيه. برافو عليك. برافو. واليوم نحن كثير بنشدد على النظافه وطبعا نحن ببلد
ما في داعي انك تشدد على النظافه لانه هي بحد ذاتها بتحب النظافه. يعني ما يعني اليوم انت الاشياء اللي بتكون عم تشتغلها وعم تعملها مثلا مثل الفرن بقول لك الفرن انه ما هو كتير فيه طحين وبيعمل، لا بالعكس احنا نعمل جولة على المحل وبيشوف المحل كيف بيكون وكيف بيضل. وهذا الشيء بيوقف على الموظف لأنه اليوم الموظف هو كيف بيكون استقباله مع ابتسامته. صح. مش ابتسامة مصطنعة اليوم. صح. إذا بدك تفوت أنت واحد بده يبتسم لك ابتسامة مصطنعة حتحس فيها أنه مش من القلب طالع. فلا نحن بالعكس نحن بتحبوا هيدي العادات تبعنا وهيدي اللي العادات اللي نحن تربينا. برافو عليك برافو عليك استاذ عيد، فعلا يعجز اللسان عن التعبير. انا بتمنى الي طلب بسيط من المتابعين والمشاهدين اللي بيشوفونا الان انهم يجربوا لقمة البركة، وان شاء الله يكون انا طبعا جربت وحكيت رايي. الان حنطلع في التعليقات ونحكي. الان استاذ عيد عندما بنعرف انت عملت لي منشن حكيت لي انه 20 سنة بدولة الامارات فور شور. انت بتعرف انه الامارات رقم واحد بالعالم طبعا ومنضل رقم واحد بالعالم طبعا. بتنعم بالسعادة بالرفاهية بالبيئة الاستثمارية، اذا بنعد ما بنقدر نخلص لانه في كثير شغلات تسهيلات دعم. فبدنا رسالة شكر لشيوخ وحكام دولة الامارات وبطاقة تهنئة لشيوخ وحكام دولة الامارات بقدوم عيد الفطر السعيد. اتفضل. اول شيء بحب وصل رسالتي لكل العالم. فعلا هيدي الشيء عم نقوله منقوله من بعد تجربتنا نحن بهيدي البلد الطيبه وبشعبها وباهلها. اليوم نحن عايشين ببلد امن وامان، هيدي مش وين ما كان فيك تلاقيها. فعلا يعني انا بقول لك اياها، انا سافرت كثير ورحت كثير على بلدان وشفت. صحيح. اليوم ما فيك تقعد بمطرح سوري على هالتعبير تترك شغله على الطاوله تبرم ظهرك. بدوله الامارات العربيه يعني ابسط الامور بقولها، انت اليوم عايش ببلد، بلد عم بيعطيك الامن، عم بيعطيك الحريه، عم بيعطيك انك انت ما تعتل هم اي شيء اي شيء. نحن حدك مع انه اليوم ما بيميزوا بين سوري يعني شعب اماراتي ولا لبناني ولا سوري ولا اي جنسيه كان. اليوم عندهم الشعب المقيم على دوله الامارات العربيه المتحده الطيبه بشعبها وباهلها وبرئيس دولتها اللي الله يطولنا بعمره ويخلينا اياه، الشيخ خليفه بن زايد النهيان والشيخ محمد بن زايد النهيان والشيخ محمد بن راصد اللي هو نعتبره بي لنا. وطبعا انه اليوم انا من النوع من العالم اللي بينام باب بيتي ما بقفله. هذه بعد وين بدك تلاقيها باي بلد، مع احترامي لكل الدول عم بقول لك، مع احترامي لكل الدول. صحيح. هذه ما بتلاقيها بولا دوله بالعالم. صحيح. انت اليوم تنزل من سيارتك تترك مفاتيح سيارتك بقلب سيارتك وتفوت على بيتك ما تقفل بيتك تنام، وانت اليوم ما حد بيطلع فيك تطليعه غريبه او انه اشمئزازيه. بالعكس نحن بنفتخر وبننصح كل العالم وكل الاجيال اللي هي عندها مستقبل لاولادها وطموحات لاولادها تجي على دوله الامارات وتاسس بدوله الامارات لانه هيدا بتلاقيه لبعدين. بالضبط. انا اليوم مريح ومريح راسي وبطمن بالي باولادي عايشين هون وخلقانين هون انه هن عندهم مستقبل انا عم ببنينه ليه والدوله بتكفيلهم اياه. لانه اليوم انت حلمك وطموحاتك اذا الدوله ما ساعدتك صدقني ما حتوصل فيها. يعني انا عم بحكيك من بعد خبرتي كموظف كأنا كيف صرت اطلع على الدرج درجه درجه وصلت وبعد عندي طموح اوصل اكثر لقدام. احسنت ان شاء الله. وهيدا الشيء بيرجع بفضل لرئيس الدولة ولكل شيوختنا الموجودين بهالدولة اللي الله يطولنا بعمرهم ويحمينا اياهم. وكمان بحب اعطي شكر خاص 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 لشرطة دبي وللجهود اللي عم تعمله وللاشياء اللي هي عم تسعى عليها للعالم. اليوم انا كمستثمر بتعرض لكتير امور بتصير اللي هي
مثل هاكر، اشياء على الاشياء تبعك بتصير على البزنس. اليوم تتخيل انت في حدك شرطة ودولة بثواني ودون ثواني بتكون فكت هالشغلة هيدي. هيدا الشيء بيريحك اكتر وبيخليك من جوا انك انت فرحان، عندك انتماء بصير اكتر. صح 100% 100%. وهيدي يمكن محبة زايدة ولساننا بعد بيعزز اكتر، لانه اذا ما نقعد نحكي ما حنخلص عن المواضيع هيدي. وانا بتشكرك جزيل الشكر استاذ عيد لكلامك الطيب والرائع النابع من القلب الى القلب. وطبعا بتشكر المشاهدين على المتابعة والمشاهدة على هاي الحلقة. طبعا وإلي اتفضل المايك من عندك والكاميرا من امامك اتفضل. وفي كمان بحب وجه شكر خاص ومعايدة خاصة بحلول شهر رمضان الكريم والعيد المبارك، معايدة لكل شيوختنا بالبلد ومعايدة لكل الحكام عنا بدولة الإمارات العربية. صحيح، أشكرك جزيلا. والله يطولنا بعمرون وربي من عنده يحفظ الشيخ خليفة. الله يحفظه. هو بنعتبره بينا بالنهاية، هو بينا وهو مثل ما بقولوا نحن اليوم بقول لك انه الاولاد بتتخبى تحت عبايه البي، فنحن تحت عبايته كلنا. والله يطولنا بعمره وان شاء الله بينعاد عليهم يا ربي بالصحه وبالعافيه ان شاء الله، وما بيشوفوا شر وما بيشوفوا مكروه بكل حياه ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر صراحه، كان يعجز اللسان عن الشكر لك على كلامك. شكرا الطيب. شكرا طالع من القلب استاذ عيد. من قناة ABC العربية بنتشكر شيوخنا وحكامنا، سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أطال الله في عمره آل نهيان، وجميع حكام وشيوخ الإمارات وبالأخص حكومة دبي أيضا. بتشكرك جزيل الشكر أستاذ عيد على استقبالك الرائع وعلى الرقي وعلى حسن الضيافة اللي قدمتوا لنا إياها هنا في مطعم لقمة البركة. طبعا قبل نهاية البرنامج بحب اخذ منك موقع المطعم وين احنا موجودين. طبعا اكيد للمشاهدين اكثر. طبعا بالمناسبة ارقام التواصل باسفل الشاشة حتكون مع السوشيال ميديا كلها، الانستغرام وكل السوشيال ميديا للمطعم حتكون باسفل الشاشة، ولكن اعطينا الموقع الجغرافي. طبعا نحن الموقع تبعنا ما بيضيع، البرشا وان بالضبط، خلف اللولو هيبر ماركت. اللولو طبعا اللولو الكل بيعرفها بالبرشا بكل الامارات. جميل. صح. طبعا مشاهدينا الكرام احنا موجودين بالبرشا واحد مقابل او خلف اللولو هايبر، خلف اللولو هايبر ماركت. اللوكيشن بالضبط في اسفل الشاشه مع ارقام التواصل لمطعم لقمه البركه. كان معنا السيد عيد صاحب مطعم لقمه البركه. بشكرك وكل عام وانت بخير وانتم بالف خير. وشكرا لكم ولشاشتكم الكريمه واللي عطتنا مجال انه نحكي ونوصل رسالتنا لكل العالم. شكرا لك. شكر خاص لك انت كمان. شكرا. تسلم لي. تسلم. شكرا لك. انا بتمنى بس شغله قبل النهايه، انه رسالتك شكرك لشيوخنا وحكامنا انه يوصل شيوخنا ويوصل الجهات المعنيه. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.